يبقى تعالى نراجع مع بعض احنا عملنا ايه يا بنات. شويه رز بالشعريه اهو جنب الايه الباميه، وطاجن الباميه بتاعك شمال ويمين، وطاجن الصغير بتاع القميص فين الطاجن اهو. وعملت النهارده السمبوسه بالخضار مشكل، وعملت القطايف بالقهوه، وعملت الوربات بالقشطه الكدابه، وحسين عملت عملت كله انت النهارده، وعجنت الكنافه، وعجنت القطايف بالقهوه. فين الكنافه اللي انا عملتها؟ لا انت عملنا احنا النهارده عاملين الورب جلاش. عملنا الكبيبه او الكبه. أيوة. صح كده. وعملنا الطاجن بتاع العكاوي. ايوه. تقديمين مع رز ابيض، وعملنا كمان قطايف بالفراوله، وعملنا بلح الشام تقدري تحشيه بقى باللوتس، تقدري تحشيه بالقشطه، تحطي له فراوله والقطايف زي ما انت عايزه. كذا فكره، اختاري واختاري. وشويه رز الابيض الهرم ده، شويه رز ابيض اهو دلع العيال. والطاجن انت وانت بتوزعي العكوه قسمي اللحمه بتاعت بتاع العكوه على كل طاجن. عايزه تعملي صغير كده. قبل ما نختم يا شيف حسن، انا كنت عايزه اعرف الحشوه بتاعت القطايف اللي هي اللي بالفراوله كانت ايه؟ عباره عن ايه الحشوه؟ باستر كريم، كوبايه من باستر كريم، نص كوبايه باستر كريم على كوبات عصير فراوله، تضربيها وتحشي بيها. الله، وهي فعلا تجنن جميله. بالظبط كده. وتقدري تعمليها جوه وتقليها من غير ما تقدميها بارده. شفت هنا بلح الشام اللي انا عاملاه؟ يا جماله اهو. عسليه عشان انت عسليه دايما على طول موجودين معاكم في خلال شهر رمضان من الساعه 2 ل 3 ونص يوميا. كل اللي تحتاري فيه كلمينا او خش على شاهد، هتلاقي كل اللي فاتك وكل الجديد على شاهد بينزل على طول بعدها بساعه على طول.